أجدد اللقاء بكم أخواتي في وصفات لي جديدة، واليوم إن شاء الله تحت طلب بزاف ديال البنات اللي بغاو وصفات صحية. اليوم غادي نحضروا طويجنات اللي ممكن أخواتي تقدموهم هكا للفطور أو للعشاء ديال رمضان، كيجيو رائع جدا. درنا أنواع مختلفة، فتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للطاجين الأول أخواتي، غنحتاجو شوية ديال الخضرة. عندنا هنايا البطيشة، البصلة، الفلفلة مقطعة دوائر. غادي نحتاجو بالنسبه للتوابل شويه ديال التحميره اولا فلفله حمراء حلوه مطحونه، سكينجبير، خرقوم بلدي، شويه الكمون، شويه البزار، واحد الرشه ديال القرفه، وعندنا الربيع مخلط، قزبر ومعدنوس مخلطين، شويه الملحه. ثم غادي نحتاجو واحد شويه ديال الهريسه، واحد تقريبا 200 غرام ديال الكفته، لان انا غادي نستعمل طواجن صغار. بالنسبه للكفته ما تكونش متبله. غادي ناخذ هذيك الكفته وغادي نجيب واحد الاناء فيه شويه ديال الماء. هذاك الاناء غادي نديرو فيه هو المرق باش غادي نسقيو الخضر ديالنا في الطاجين، ونفس التوابل والمكونات اللي غنديرو في هذاك الماء هما اللي غنديرو في الكفته. يعني كنديرو شويه تاع الربيع هنا، شويه تاع الملحه مع الكفته، وكذلك مع الماء. نزيدو شويه ديال الهريسه. الهريسه مساله اختياريه، اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. نديرو شويه ديال سكينجبير، شويه ديال البزار، ما نكثروش البزار لان مستعملين الحار غير شويه فقط. ثم شويه ديال التحميره ولا فلفله حمراء حلوه مطحونه، واذا كانت عندكم اخواتي نويويره ديروها، راه كتجي رائعه جدا. كنديرو شويه البزار، ما نكثروش البزار غير شويه، والكمون، وغادي نزيد واحد الرشه ديال القرفه بما انني كتعجبني القرفه. هذا الخرقوم بلدي عرق. ثم غادي نديرو الزيت البلديه، واحد جوج معالق في الكفته، وواحد شويه في المرق اللي غادي نخلطو ونسقيو به الخضر ديالنا. غادي نخلطو دوك المكونات اللي في المرق، يعني هذيك داكشي اللي في الجبانيه هو باش غادي نسقيو الخضره ديالنا. وغادي نرجعو الكفته، غادي نخدموها مزيان بصباعنا حتى كتندمج مزيان. انا كنضيف ديما واحد المعلقه صغيره ديال الخل، كتفتي الكفته، هي وزيت البلديه كيفتيو الكفته. اولا معلقه صغيره ديال عصير الحامض، بما انني مستعمله كميه صغيره انا ديال الكفته، فكندير نصف معلقه فقط صغيره ديال الخل اولا ديال عصير الحامض. غادي نجيب الطويجين، غادي ندير فيه نفرش ليه البصله واللون قطع دواور، ونزيد عليه مطيشه. لكن دائما كناخذ من داك المرق وكنبقى نسقي باش ديك الخضر كلها تجيني متبله، ما تجينيش باسله. نزيد المطيشه حتى هي ولا الفلفله، ممكن نستفو شويه بشويه. ودائما كيف ما قلت كنسقيو بديك المرق باش كتجينا من السما الخضره. غادي نسقي مطيشه حتى هي، وغادي نزيد دابا غادي نبدا ناخذ شويه من دوك الكفته ونديرها كويرات ولا كريسات، وكنزلها فوق من مطيشه. غادي نستف بحال هكا حتى كندور على الطاجين، ناخذ ديك المريقه اللي بقات ليا وتنخويها من فوق. وها هو الطويجين عندنا ناضي. ممكن اخواتي تزيدوا واحد الخويط تاع زيت البلديه من الفوق، لكن انا دائما كنخلي حتى كيبغي يطيب عاد كنزيد زيت البلديه. صافي دابا عندكم هنا الاختيار. انا غادي نقول لكم من بعد ملي غادي نسالي الطاجين غادي نقول لكم كيفاش غادي ندير لهم. غادي ندوزو للطاجين الثاني ديال الدجاج مدغمر. غادي ناخذ فخيطه تاع الدجاج. انا عندي فخيطات، ممكن اخواتي ديروا اي نوع تاع الدجاج عندكم. غادي نديروا ليه الشرموله اللي هي القزبر معدنوس مدقوقين مع الثومه مع واحد شويه ديال السمن وواحد ربع حامضه مصيره. نضيفوا عليهم سكينجبير، ونضيفوا عليهم البزار والخرقوم بلدي. المقادير كلها في صندوق الوصف مكتوبه.
وغادي نضيف معلقه كبيره ديال العطريه ديال هذا العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره عفوا ماشي كبيره، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج الا كانت موجوده. ما كانتش موجوده كتكتفيو فقط بدوك المكونات اللي ذكرت، واللي عنده شويه ديال بسبيسه وقعقله موجودين في الدار يطحنهم ويضيفهم الشرموله الا ما عندوش توابل ديال الدجاج. كنشرمل دوك الفخيضات صافي، وغادي ندوز هذيك الشرموله اللي بقات ليا نزيد عليها واحد البصله، وحتى هي نتبلها مزيان ديك الشرموله اللي بقات ليا صافي. غادي نجيب واحد الطويجين غادي ننزل فيه البصله ونزل فيه دوك الفخيضات، انا غادي نوقفهم بهذه الطريقه. لكن نتوما اخواتي كيف قلت لكم يعني ديروا نتوما الشكل اللي بغيتو، غادي نوقفهم بحال هكا ونجمعهم ديال غونديل ديال البصله. وديك المريقه ديك الشرموله اللي بقات ليا في داك الاناء غادي ندير لها واحد شويه ديال الماء، واحد ربع كاس ما كاملش ديال الماء. الطواجن ما تيبغيوش الماء، العدو ديال الطاجين هو الماء، لان تيبقى يطيب يطيب حتى ما كيجيش مشرب. لهذا الطاجين عطيوه عافيه مهيله وعطيوه، ما تعطيوش الماء بزاف، خلي الدجاج يطلق الماء، البصله تطلق الماء، يعني كيطيب في داك المرق صافي اللي غادي يطلق هو. غادي نسد، غادي ندوز الطاجين الثالث. انا غادي نزيد واحد الخويط تاع زيت البلديه، دائما انا في الطبخ ديالي خصوصا في الطواجن كنخدم بالزيت البلديه. غادي ندوزو للحوت، غادي ناخدو فيلي ديال الحوت كيف ما بغى يكون النوع ديالو، يكون فيلي. انا مثلا عندي هنا الميرلو، ممكن ديروا الصول، ممكن ديروا اي حوت كيعجبكم. غادي نضيفو ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس، نديرو ليه الشرموله ديال الحوت العاديه. انا كيف كتعرفوا انا عندي ديك الشرموله ديجا خدمه وخدمتها معاكم، دائما عندي في الثلاجه فيها الهريسه وفيها الثومه مدقوقه. غادي نضيف شويه ديال التحميره، نضيف خرقوم بلدي، شويه البزار ما نكترش، ثم الكمون، واحد شويه الهريسه. غادي نزيد العصير ديال الحامض، نزيد زيت البلديه وشويه تاع الملحه ونخلط. واحد الحاجه اللي ما نسيت ما ضفتهاش، وعاده كنضيفها في الشرموله ديال الحوت، هي الزعتر. كيعجبني في الشرموله ديال الحوت كنزيد واحد الحكه ديال الزعتر. كنشرمل هذوك الطريفات ديال الحوت، قبل ما نشرمل الطريفات تاع الحوت كناخذ الطاجين كندير فيه مطيشه مقطعه دواور مع عليها شويه ديال الفلفله وواحد العريشه ديال الكرافس. كناخذ من ديك الشرموله كنديرها فوق مطيشه باش تجيني مبنه، يعني تجيني ملذه ما تجينيش باسله. وكناخذ دوك الطريفات تاع الحوت اللي شرملت حتى هما كنديرهم فوق، كنستفهم هكا فوق ديك المطيشه. الكرافس دائما كيعطي واحد المذاق رائع جدا للحوت، نديرو غير عريشات جوج عريشات ما نفوتوهمش صافي. كنجيب هنايا الحامض كنقطعو وكندورو في الوسط، الحامض باش ما يجينيش مر كندير عليه شويه تاع الملحه. دائما الحامض الا بغيتوه ما يجيكمش مر في الطاجين ويجيكم بنين فوق منه كنديرو شويه ديال الملحه. وغادي نزيد شويه ديال الفلافل ملونه على حساب الرغبه، كندير شويه الملح فوق داك الحامض. ثم غادي نجيب شويه ديال الفلافل كانوا عندي في المجمد كنبدا نستف فيهم بحال هكا صافي. حتى هو تندير ليه واحد الخويط تاع زيت البلديه ونخليه ابار، وغادي نوريكم كلهم هذوك الطويجنات كيف غادي نخدمهم. غادي نجيو للطاجين الرابع اللي هو طاجين نباتي، وهادو الناس النباتيين اللي بتاكلوا اللحم لا الدجاج. غادي ناخذوا راس تاع البصله مع مطيشه، وغادي نضيفوا لهم شويه ديال الربيع. ملي تنقول الربيع كيعني قزبر ومعدنوس مخلطين. كندير شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال البزار، هذا كمون ماشي بزار، لكن غندير حتى شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره.
شويه الملحه، وغادي نزيد واحد جوج دريس ديال الثومه. قبل ما غندير الزيت البلدي غادي ندير شويه ديال الثومه، لان نسيت ما درتهاش في الاول. من بعد غادي نديرهم فوق النار حتى وكان يتحروا مزيان. هاد البصله والمطيشه البنات اللي تيبقوا الطاجين بالخضره، البصله والمطيشه والشرموله خاصهم يتشحروا مزيان حتى كتهبط المطيشه والبصله. ما نعرفش لكم على واحد اللذه كتجي في هاد الخضر، احسن بكثير من الطاجين ديال اللحم بكل صراحه. كيجي ولداد هنايا راه شحر مزيان ديك البصله والمطيشه، ما كندير لا ما لا والو، ما كنديرش الماء نهائيا في الطاجين. كنجيب شويه ديال البصله مقطعه هكا بدواور، شط عليا من الطاجين الاولاني ديال الدجاج. صافي تنبدا نستف. انا غادي نحط واحد الحبه ديال، انا سلقت شويه ديال الشيفرون، الشيفرون اللي سلقته في شويه ديال الحامض وشويه جوج دريسات تاع الثومه وشويه ديال ورق سيدنا موسى، كنحطها الوسط باش تجيني ديك القبه ديال الطاجين، لان ما فيهش اللحم انا درتها الوسط باش تهز ليا شويه الخضره. كنستف البطاطا، ثم كندير دوك العريشات اللي شاطو ليا ديال الشيفلور هكا في الجناب. وغادي ندير شويه ديال الجلبانه الوسط. انا عندي الطاجين حدو قدو هذا كنحاول انني ندير غير شويه شويه. صافي غادي نسدو عليه بطبيعه الحال، درت عليه شويه ديال الربيع وغادي نسد عليه حتى كيطيب. بما انني عندي غير حديده وحده ديال الطاجين، وبكل صراحه خفت هاد الطويجنات هادو درت قوليا فوق فوق النار، وما غادي الا جيت نطيب وكل واحد بوحديتو غيشد ليا الوقت، لهذا دخلتهم للفران طيبتهم في الفران. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. انا ما بغيتش نغمر بالطويجنات ونحطهم مباشره فوق النار، لانهم غادي يطرطقوا ليا كيف ما قلت لكم. هذا عندي الحديده هنايا دخلتهم نيشان الفران، سخن مزيان على 140 درجه، كنشعل عليهم غير لتحت وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. بهذه الطريقه راهم كيطيبوا، ما كنغطيهمش، كنخليهم كعريانين. ممكن ديروا عليهم واحد بابيو سيلفيوزي، انا ما كندير لا بابيو لا والو، كنخليهم غير بحال هكا كيطيبوا، كيجيو بحال طيبين على الجمر صراحه. تيجيو زوينين هاد الطويجنات هادو واللذه. ما نعاودش لكم ودائما تنقول ان السر ديال الطاجين انه ما خاصوش يجينا مرق، ما يجيش فيه مرقه يعني، ولا ما يجيش فيه كيف ما تنقولوا البلول اللي هو داك المرق اللي كيكون زايد، خاصهم يجيو مشربين بهاد الكيفيه هادي. هذا ديال الدجاج اللي حضرناه، وهذاك ديال الخضيره درت عليه شويه ديال الزيتون، وهذاك ديال الحوت، وهذاك ديال الكفته. ودائما اخواتي الا جاكم المرق كثير في الطاجين كنديروه في واحد الكاسرونه وكنردوه حتى كيشرب مزيان، وكنرجعو يعني حتى كيوقف يختار، وكنرجعو نخويه ونفرغوه فوق من الطاجين باش كل حاجه، باش يعني ماشي نبقاو نقديو في هذاك الطاجين حتى ما كتبقى فيه حتى شي مذاق، الخضره كتمشي منها الفوائد ديالها، اللحم كيمشي منه الفوائد ديالو. لهذا تنقول لكم اخواتي الا جاكم المرق كثير ديروه في واحد الكاسرونه وخليوه يغلي مزيان حتى كي يتشرب ويتعلق، وكتخويه فوق من دوك الطويجنات. بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني الطويجنات هادو راه سبق لي وحضرتهم معكم، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هادو اغلبيتهم فيهم الخضره، وهكا طويجنات خفاف هكا، كنا كنعرفوا ان في رمضان كنبغيو شويه طويجنات يكونوا خفاف. راه غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، سبق لي وحضرتهم معكم. وهادو كانوا الطويجنات ديال اليوم، منوعين فيهم دجاج كفته حوت خضره طبيعيه يعني ما فيها حتى شي حاجه. كنتمنى اخواتي الاقتراحات ديالي يعجبوكم وتردوا عليا الخبر حليمه. خليت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله.